مشاهدينا، ومعنا عبر الهاتف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلال. ده أهلا بك دكتور خالد. دكتور خالد، يعني انتهت المدة الزمنية المحددة للمرشحين الراغبين بالانسحاب وبلغ عددهم 34. بعد ذلك ما الإجراء الذي يتم إذا كان هناك من يريد الانسحاب؟ مساء الخير، تحياتي لك ولقناتكم الكريمة ومشاهديك. عندما نقول أن اليوم كانت هي المهلة الأخيرة للانسحاب، أي يعني أنه لن يسقط أي اسم من قوائم الناخبين إذا ما انسحب اعتبارا من يوم الغد أو بعد ذلك، لأن القانون يقول لغاية 10 أيام قبل يوم الاقتراع، لأننا سنبدأ من هذا اليوم بطباعة أوراق الاقتراع، بالتالي على القوائم كما استقرت بعد الانسحابات الـ 34 مثل ما تفضلتوا 7 إناث و27 من الذكور، بحيث أصبح رقم الإجمالي للمترشحين 1674 في 294 قائمة، أي أن من ينسحب من الآن وصاعدا لن يسقط اسمه، بل سيكون اسمه موجود في كتيب الاقتراع. نعم دكتور خالد، يعني للأسف هناك تسجيل لخروقات بخصوص أوامر الدفاع من قبل المرشحين، يعني ما الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن للحد من مثل هذه الخروقات؟ سيدي العزيز، أنا أحب أن أطمئن الجمهور الكريم من خلال قناتكم الكريمة، انتظروا لتسمعوا غدا ما هي الإجراءات علاوة على التي تمت لغاية الآن. جميع هذه التجاوزات يجري رصدها أول بأول، ومن خلال قناتكم أنا أود أن أشكر الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، لأن التنفيذ والتعامل مع هذه المظاهر السلبية يتم في سرعة قياسية، وكونوا على ثقة بأن هذه المقار لن تستمر لكي تكون مصدر لا قدر الله لنقل وباء، وأن هذه المعاملات وهذه التجاوزات كلها سيتم التعامل معها وتم التعامل معها بموجب القانون. كما تفضلت في تقريركم، عندما يتقدم بطلب الترشح المرشح أو القائم مفوض القائمة يكتب تعهدا بأن لا يتجاوز على التعليمات الصادرة بما يختص في أحد البنود، مسألة الدعاية الانتخابية. للأسف هذه الظاهرة التي انتشرت الفيديوهات لها بكثرة وتفضلتم في تقريركم عنها، لا تتجاوز 2-3% من المترشحين. المترشحين أكثر من 95% منهم ملتزم بالتوصيات التي أقرتها التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة، والتي تتماشى وتعليمات الجهات الصحية صاحبة العلاقة. نعم دكتور خالد، يعني فقط للتوضيح، هي إجراءات رادعة برأيك؟ نعم نعم. طب دكتور، بموجب القانون تصل إلى ما كيف يجرم القانون هذه التجاوزات، سواء كانت في مراكز مقار انتخابية أو سواء كانت بأي مكان آخر، كل من يخالفها ويخالف التعليمات سوف يجري التعامل معه بموجب القانون. يعني دكتور، بس هنا فقط للتوضيح أسأل بخصوص الغرامات التي يدفعها المرشح، يعني بخصوص إن كان قد خالف الأوامر، برأيك هل هي رادعة؟ هي لن تتوقف عند الغرامات المسائلة، سوف تشاهد. نعم دكتور، هل تسمعني؟ نعم بقول لك. نعم. هي لن تتوقف، ظهر أنت ما سمعتني، أجبتك أخي. لن تتوقف عند مسألة الغرامات فقط، بل سيكون هناك عقوبات رادعة أكثر، هي الحد الأقصى المدرج بموجب خرق أوامر الدفاع في التجمعات المسموح فيها. جيد، شكرا للتوضيح دكتور. دكتور، بخصوص يعني أيضا للتأكيد وأيضا للتوضيح بخصوص المصابين بفيروس كورونا، في ظل ازدياد إصابات فيروس كورونا في المملكة، هل سيكون متاح لهم التصويت في أيام الانتخابات، في يوم الانتخابات؟ سيدي العزيز، التعليمات التنفيذية عالجت المعزولين وليس المصابين. المصابين هم في حالة مرض، نحن نتحدث عن مناطق عزل، العزل يكون فيها وقائي ليس لحالات مشخصة. مرت علينا عدة تجارب، أحياء سواء مدن، يتم عزل هذه المناطق، أي عدم الدخول منها أو الخروج منها إلا في ساعات قليلة للتسوق. هذه الحالات إذا كان هناك ضمن دائرة انتخابية مناطق معزولة، التعليمات التنفيذية سوف تتعامل معهم، ليسوا مرضى ليسوا مصابين، سوف تتعامل معهم ضمن بروتوكول وتعليمات خاصة. بعد انتهاء الساعات 12 المقررة بموجب القانون سوف يكون هناك تمديد، وسوف يكون انتقالهم بموجب بروتوكول معد من قبل الجهات الصحية.
نعم، إذا رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة، شكرا جزيلا لك.